السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله ومن سار على قدر حسابهم للدين. في البداية السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم؟ كيف أصبحتوا اليوم؟ عفوا كيف أمسيتوا؟ كويسين إن شاء الله؟ بعد ما خلصنا المحاضرة الماضية الاتصالات تعرفنا عليها وتعرفنا على أهميتها وعلى عناصرها وعلى خطواتها. بعد هيك أخذنا وسائل الاتصال مقوماتها ومعوقاتها. اليوم حنحكي عن اللي هو موضوع جديد بس أيضا في وظيفة التوجيه. إذا في التوجيه أخذنا ثلاث شغلات اللي هي القيادة، الاتصال، التحفيز. إذا موضوعنا اليوم اللي هو إيش؟ التحفيز. شو معنى تحفيز باللغة الإنجليزية؟ إن سين تف. أجزيها لو سمحتي. إن سين تف. هذه إحنا بنستخدمها في الإدارة. معناها حوافز. إذا شو معنى حوافز؟ إن سين تف. ماشي. في كمان كلمة اللي هي التحفيز. الكلمة المشهورة هذه. ستيميلاس. ستيميلاس جزئي بتلاقيه سهل في القراءة. قرأيها إلنا يا نورة. التنتين. إن وين إن سيميلاريان مش شايفة. إن سين تف. إن سين تف. والثانية ستيميلاس. قرأي بصوت عالي. ممتاز. ستيميلاس. شكرا يا انت. تفضلي يا شيماء قرايهم. انسنتيف ستيميلاس. ماشي شكرا يا انت. تفضلي غيداء. انسنتيف وستيميلاس. ستيميلاس. شكرا يا انت. تفضلي. انسنتيف وستيميلاس. ستيميلاس. لاس. ما بعرفش كيف تلفظوها. ماشي شكرا. شكرا. نعم. لا ستيميلاس تحفيز مصطلح هذا يا انتي. لا طلع عطرة سمعتيها قصدي. اه سمعتها. ايش تاني؟ اه اسلام. ممتاز. اللي جنبها ستيميلاس. مش مشكلة يا انتي. ستيميلاس. شكرا يا انتي. مين حاب يقراها؟ تفضلي. ممتاز شكرا يا انتي. ايضا لابسة ازرق. شكرا يا انت. هذول ايش معناهم؟ معناهم حوافز وايش؟ والتحفيز. بس نخلص هذا الشابتر ان شاء الله. ايش حتكون تعرفنا؟ اذا ما هي اهداف هذا الفصل؟ هنتعرف على شو يعني حوافز او تحفيز. ايش المقصود بالمصطلح؟ شو هو الهدف من التحفيز؟ ايش بستفيد؟ ما هو التحفيز؟ اذا هذول مقدمه للتحفيز. بعدين يا ترى هل الحافز هو الدافع ولا في فرق؟ بعدين نظريات التحفيز. بعدين القرآن الكريم وسلم ماسلو. لما نوصلها إن شاء الله بنشرحها. ما هي التحفيز؟ قبل ما نبدأ في مقولة. حب ما تعمل. ممتازة. كي تعمل ما تحب وتفخر به. مين يشرح لنا هذه المقولة؟ مين يشرحها؟ حب ما تعمل. أيوة. كي كي تنام ولا كي إيش؟ كي تعمل ما تحب وتفخر به. نسمع الإجابات. تفضلي. أول حاجة مثلاً مجرد أن أعمل حاجة أنا ما أحبهاش في الأول. ممتاز. لازم أحبها عشان أوصل للإشي اللي أنا عايزاه. في فرق إذا عملتي حاجة وأنت غصب عنك وعملتيها وأنت حباه. إيش الفرق؟ على سبيل المثال. بس اخذت فهو لازم انجح فيها عشان اوصل للشيء. ممتاز شكرا بارك الله فيك. تفضلي. اعمل حاجه اللي انا بحبها حتى انه لما اعملها افتخر فيها. لا هو ده انت عملتي الحاجه اللي بتحبيها يمكن ما تعمليش حاجه. صح؟ يمكن ضلك قاعده. مش تكمل بقدر بس ما بتحبهاش عشان توصل للشيء اللي بتحبه. ماشي. قدامك وتفضليله فبالتالي انت هتحبي العمل اللي بتشتغلي فيه بالاخر. شكرا. اسلام. اذا حبيت الشيء اللي انا اذا حبيت
ممتازة يا إسلام، ممتاز. إذا الإنسان عمل الشغلة اللي بيحبها حيكون مبدع وحيكون يشعر بالسعادة. أما إذا عمل الشغلة مجبر عليها هو حيعملها، لكن أي كلام، لا إبداع ولا غير. كويس منه إنه بيعمل الشغلة. إذا الإنسان حاب الشغلة اللي بيعملها عفوا، حيصير عنده إبداع، يعمل بإخلاص وحب. عشان هيك عندنا مصطلح في الإدارة اسمه الإدارة بالحب، مش تسرح ولا بعيد، لا، اللي هو حب العمل والإخلاص به. إذا حبيت الشغلة بكون عندك إبداع، بكون عندك ابتكار، فبتقدمي حاجة ممتازة. أما إذا كنت مجبرة على الشغلة ورايحة على شغلك زي اللي رايح ياخذ حكم إعدام، تشتغلي أي كلام وقتش تنخلص، ماشي؟ إذا يجب، أو لو حبينا الشغلات اللي بنعملها ماشي، حنبدع، وهذا المطلوب. مثلا طالبة بتحب المحاسبة، لقيها متفوق، المفروض نلاقيها متفوقة في المحاسبة. أما تقول أنا بحبها وراسبة، لا بتحبيها ولا حاجة. لو فعلا بتحبيها كان أبدعتي، بس أنت يعني بتقولي إيش وعاملة إيش تاني. إذا حب ما تعمل، يعني عيش اللحظة اللي بتشتغل فيها، وخلي عندك ذمة وضمير في الشغل، وخليك مبسوط عشان تعمل الشغلة اللي إيش اللي بتحبها. واضح؟ يعني هي حابة تشوف نفسها لها مكتب محاسبة، ومحاسبة معروفة، لها مكانة مرموقة في المجتمع، لازم تيجي على نفسها وتذاكر وتكون مستمتعة في المذاكرة حتى تجيب الشهادة وتكمل. واضحة ولا عيدها؟ عيدها تاني؟ نشوف مع بعض. عندنا مقدمة عن التحفيز، تفضلي قرأينا لو سمحت. ألف سلام عليكي، اللي جنبها تفضلي. يقوم الإنسان بأعمال بمنتهى الحماس والتفاعل. في عندنا يا خوات شغل أنت بتسويه وأنت متحمسة وسعيدة. إذا في عندنا حاجات بنسميها وإحنا سعداء، العكس. أيوه. بينما الأعمال الأخرى لا يتوفر لديه أي حماس للعمل. أعمال تانية زي ما حكينا قبل شوية، زي اللي رايح ياخد حكم إعدام من غير نفس. هيك الشخص نفسه ممكن يعمل شغلات بحبها كتير ومبسوط عليها، وشغلات تانية بحبهاش لكن مجبر يعملها، أو لإيش؟ أو لمجموعة، ممكن تكون مجموعة يا شيماء في مراحل زمن متفاوتة. إذا هناك أعمال بحبها الإنسان، زي مثلا أنتوا بتحبوا الفيسبوك، بتحبوا تويتر، بتكوني مبسوطة كتير وانت فاتحة الجهاز وقاعدة تسلي. لو الوالدة حكت لك تعالي اعملي حاجة في البيت، بتمرضي فجأة، صح؟ وبتروحي غصب عنك تعمل الشغل على دراسة، فجأة بصير في مذاكرة. لو عليك امتحان بتروحي تشتغلي لحالك عشان ما تذكريش. اذا الانسان في اعمال تستهويه خاشة مزاجه فبيعملها وهو سعيد ومبسوط، وفي العكس بيعملها بمنتهى الكآبة والحزن ووقتش هو مخلص من هالشغلة، ماشي؟ اتفضلي كملي. هذا الاختلاف في سلوك الإنسان، السلوك اللي هو مرة الإنسان بيكون سعيد ومرة بيكون حزين، يمكن تفسيره عن طريق الإنسان. يمكن تفسيره عن طريق التحفيز الإنسان. بمعنى إجا الوالد حكى لوحدة فيكو، لو نجحتي في توجيهي بمعدل عالي سأشتري، خلينا على قد حالنا، لك جوال آيفون مثلا. يعني الآن هي بتذاكر ومهتمة وبدها تنجح، والموضوع وراء إنا ولا هي هيك ما شاء الله مبادرة وراء إنا، إنه الوالد وعدها لو نجحت ومتفوق إلها جوال. إذا الجوال صار عندها هدف، فهي قاعدة بتذاكر ومجتهدة لحتى تنجح تحقق الشرط وتاخد إيش الجوال. هذا بسميه حافز، ماشي؟ ممكن واحدة ثانية تذاكر بس عشان ما ترسبش ويقولوا عنها رسب، برضو حافز، برضو حافز، لكن مش مادي، مش زي الجوال إني أمسكه بإيدي، لا.
إشي معنوي. أو مثلا بتذاكر ومجتهد عشان حابة مثلا تدرس طب أو هندسة أو شيء معين. إذا اللي بحكم سلوك الإنسان هو الحافز. طالبة بتذاكر ومجتهدة في الجامعة بتقول عشان أخذ منحة امتياز مثلا، ممتاز، واضح؟ إذا سلوك الإنسان بنفسره عن طريق الحفز الإنساني. إذا إجا الوالد قال إلك جوال لو نجحت في توجيهي، هذا حافز، فبنلاقيها هالك حالة. إذا يا بابا نجحت في توجيهي هفتخر فيكي، بابا كويس افتخر. إذا الحافز وقوته هو اللي بيعطينا دافع للإنجاز، أو الإنجاز يعني يدوب على القد، واضح؟ تفضلي كملي. السلوك الإنساني ليس له مبادئ ثابتة. خدي بالك، سلوك الإنسان يخضع لشخصية الإنسان، أحيانا بتكون مزاجية أو أحيانا حسب الظروف. إذا صعب أجيب مبدأ أكتبه، بمعنى عفوا صعب أقول إنه الطالبة في الموقف هذا حتكون حزينة، بعرفش أنا، صعب أقول إنها تكون سعيدة. اليوم أنت استيقظت من النوم لقيتي نفسك تعبانة، ممكن تضلك تعبانة طول اليوم مش طايقة نفسك. صعب أجي أحكي إنه الشخصية هذه طول حياتها مش طايقة نفسها. استيقظتي بكرة لا صداع ولا حاجة ومبسوطة وسعيدة ويوم عادي. إذا صعب أنا أجي أعمل مبادئ ثابتة إلها علاقة بشخصية الإنسان. ليش؟ لأن الإنسان بيتصرف حسب الظروف المحيطة أو حسب عدة عوامل. عشان هيك ما فيش مبادئ ثابتة للسلوك الإنساني، إنه إسلام حتكون في الموقف هذا سعيدة أو مش سعيدة، أنا ما بعرفش، حسب شخصيتها. تفضلي كملي. لأنه يتأثر بالاتجاهات. اتجاهات. حسب الموقف وبسبب عوامله. الآن عندنا طلاب بيجيبوا 60% بكون أسعد واحد في العالم. سعيد جدا. طالب تاني جايب 97 وقعد بعيط ومقدم طلب مراجعة. صعب أنا أتنبأ بهذا السلوك. أو صعب ممكن أقول والله يمكن هذا الطالب لما أشوف 60 يغمى عليها أو تروح فيها. بس حقيقة هي سعيدة. واحدة تانية شافت 60 قاعدة تعيط. إذا سلوك الإنسان بيخضع لاتجاهاته. هل انت توجهك تجيب شهاده وخلص مقبول مقبول ولا ضعيف ضعيف، ولا لك اهداف وطموحات حسب الشخصيه اللي امامك؟ تفضلي كمان. مهمه الاداره هو التعرف على رغبات الافراد ومحاوله تحقيقها بما لا يتعارض مع اهدافهم. ممتاز. يا ترى ايش رغبات الموظفين في المؤسسه ونحاول نحققها بحيث انه احنا ما نعارضش اهداف المؤسسه؟ نعيد تاني. في بعض الاعمال انا بعملها وانا مقبله عليها سعيده، وفي أعمال بعملها كإنسان وأنا عم ضد بمنتهى الكراهية، ماشي؟ في كلا الحالتين أنا لازم أنجز، لكن الإنجاز بيختلف. الحالة الأولى إنجاز بإبداع ومحبة، والحالة الثانية إنجاز أي كلام، نسميه إنجاز سيء، ماشي؟ بحكي لنا صعب نيجي كعلماء نفس أو سلوك إنه إحنا نكتب مبادئ ثابتة لسلوك الإنسان، لأنها بتتغير حسب اتجاهاته وحسب رغباته، حسب الشخصية. لما تكوني مبسوطة غير لما تكوني لا سمح الله حزين. إيش مطلوب من الإدارة؟ مطلوب من الإدارة إنها تعرف رغبات الموظفين وتحاول تحقق. دعاء ما بعد الأذان لو سمحتوا. خلصوا لسه؟ ادعوا لبعض مش عبعض. خلصوا لسه؟ كمل ولا استنى؟ استنى شوية؟ ممكن طالبة ناسية الدعاء ولا حاجة؟ شيماء انت لسه بتدعي؟ لا انا دعيت لصحباتي. الله يجوزهم يا رب. الله يجوزهم، اشيل اولادهم قبل ما اموت. ليش ستهم انت ولا ايش؟ انا مش ستهم. لا اله الا الله، وان شاء الله هم يشيلوا اولادك قبل ما يموتوا. لا اله الا الله. متفائله بزياده يعني.
أرجع للمحاضرة لو سمحتوا. في عنا سؤال بيطرح نفسه، ما هو الهدف الأساسي للتحفيز؟ تفضلي. واحدة واحدة، شوي شوي. عنا يا أخوات الإنتاج وعنا الإنتاجية، في فرق ولا زي بعض؟ هل في فرق؟ بس هو حرف الياء والها وال، في فرق. ماشي. الإنتاج هو العدد، الإنتاجية هي الجودة والإتقان، عشان هيك كتب لنا زيادة الإنتاجية مش الإنتاج. الآن طالبة ماسكة الكتاب من الصبح بالذاكرة، نسألها أكم كلمة استوعبتي؟ والله ولا كلمة. هذا اسمه إنتاج، عدد صفحات. قال الحمد لله استوعبته كله، فما سألوني حتى، هذه إنتاجية. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل يشالف قولة أن يتقنه، والإتقان اللي هو الإنتاجية. الأصل لما الوالد قال لبنته لو نجحتي في توجيهي حجيب لك جوال، نجحتي بتفوق معناها إنتاجيتها حزيد، حزاكي بتركيزه هم. ماشي. إذا الهدف الأساسي من الحافز أو التحفيز زيادة الإنتاجية، الإنتاج مجرد عدد. الآن الوالدة حكت لبنتها روحي ماما اجلي. ماشي. أمامنا حالتين، إما تجلي أي كلام تيجي الوالدة تعيد، هذا اسمه إنتاج. ماشي. هي صح جلت وفي الشيشي بس للأسف يعني مش نظيف، أو تجلي بإتقان تيجي الوالدة تلاقي كله تمام. إذن إحنا هدفنا من الحوافز مش زيادة الإنتاج، عدوا صفحات ولا عدوا إنتاج، لا، اللي هي الجودة والإتقان. أنا ممكن صح أشتغل وأتعب لكن الشغل كله على الفاضي، هذا اسمه إنتاج. فعلا أنت بتجي بتحضر المحاضرات لكن حاطة سماعات الجوال في دنيك وقاعدة، هذا إنتاج ولا إنتاجية؟ إنتاج. إنتاج، بنعد محاضرات قاعدين. ماشي. تفضلي. هذا يتحقق عن طريق التفاعل بين التحفيز والتدريب. ممتاز. الآن يا أخوات عشان أنا أعمل تحفيز واستفيد منه ويصير عندنا جودة، لازم يصير في عندنا تفاعل بين التحفيز وقدرات الإنسان اللي هي المهارات. يعني الوالد عارف مستوى بنته مش بزيادة، ما فيش داعي انه تقل عليها، عقد الحال. إذن هناك علاقة بين الحوافز وبين قدرات الإنسان. أنا بعرف انه الشخص اللي أمامي عنده طاقة مهولة، عنده قدرات، برفع مستوى الحافز. أما الإنسان قدراته بسيطة ومتواضعة، بقلل مستوى إيش؟ الحافز. إذن التحفيز أو زيادة الإنتاجية والجودة ما بيجيش إلا عن طريق التفاعل بين التحفيز وقدرات الإنسان. لازم أكون إنسان منطق وموضوعي في النظر. إذا فعلا هو بيطلع منه نعطيه حوافز كبيرة يعني. أما إذا كان عقد الحال ويدوب حوافز إيش؟ بسيطة. بعض الناس بتلاحظوا لما تطلع نتائج الثانوية العامة الولد جايب 50%، عاملين حفلة كبيرة وجايبين فدعوس، مالهم هدول؟ انجنوا ولا إيش؟ 50 بكونوش متوقعين الولد يجيب النسبة، فلما جاب النسبة عبروا عن سعادتهم. عكس هيك ناس تانين ابنهم جاب 98 وقاعدين فاتحين باب عزة والناس بعزوه. إذن الولد اللي جاب 98 قدراته كبيرة، فإحنا رفعنا سقف التوقعات. ماشي. الولد الثاني ما كناش مصدقين لما شفنا 50، معقول طلع منه 50؟ هذا بيجيبش 30 حتى. إذن في تفاعل بين الحوافز وقدرات الإنسان بترتب عليه زيادة الجودة. إذن هنا بتظهر عندنا اللي هي الفروقات الفردية. في ناس عندها ما شاء الله مواهب كثيرة بطلع منها، وفي ناس بسيطة على قد الحال. بسويش بالاثنين لأنه كل واحد على إيش؟ على حدة. إذن كيف تظهر الإنتاجية
عن طريق التفاعل بين التحفيز وقدرات الإنسان. شكرا للطالبة اللي كانت تقرأ. تفضلي، ما هو الهدف الأساسي من التحفيز؟ الهدف الأساسي هو زيادة الإنتاجية للأفراد، وهذا الهدف يتحقق. ممتاز. ما بين التحفيز وقدرات الأفراد. شكرا يا أنتي. أعيدها تاني. ما هو الهدف من التحفيز؟ زيادة الإنتاجية للإنسان. ما هو التحفيز؟ ما هو التحفيز؟ مين ما جاوبش تفضلي. ممتازة. شكرا يا أنت. الحافز إثارة سلوك الفرد، بمعنى لما قلنا هنجيب لك جوال لو نجحت في توجيهي، هذه اسمها إثارة للسلوك، شجعناك. الإثارة ها معناها التشجيع. لو أنت كنت نشيطة في المحاضرة لك بونص 5، هذا برضو إيش؟ تشجيع. إثارة سلوك الإنسان لإشباع حاجات معينة، هي بدها تجيب درجات عشان تنجح وتتفوق وتجيب شهادة ويكون لها مكانة في المجتمع. هذا كيف حيصير؟ عن طريق إيش؟ الحوافز اللي هي إدارة سلوك معين. عندنا سؤال، كيف تنشأ الحوافز؟ أو كيف تنشأ الحاجة لدى الإنسان اللي هي needs؟ هذه كيف بتنشأ؟ تفضلي. عند الشعور بالحاجة أو بالنقص في حالة هذا. ممتاز. اللي هي أنت اختلال التوازن. اختلال ايش؟ التوازن. تشعر بالجوع. اذا هذه يا اخوات نقص حاجة. اذا عندنا واحدة او واحد شعر بالجوع، هذا بنسميه نقص حاجة. الجوع او الاكل والشرب بنسميها حاجات فسيولوجية اللي هي حياتية أو بيولوجية. لو قعدت لها مثلا لمدة أسبوع، حتى أسبوع كتير، من غير أكل، ممتازة طيب اللي قالت بموت، ممتازة. من غير أكل وشرب تتعرض حياتك للخطر، بالعكس بتكوني متي خلاص معوت. إذا الحاجات الفسيولوجية مرتبطة بحياة الإنسان، إذا حرم منها الله يرحمه ويحسن إليه، اللي هي الأكل، الشرب، التنفس، النوم وهكذا. لو قعدت أسبوع ما بتناميش خلص نقرأ عليك الفاتحة. لو منعنا عندك الأكسجين بتموتي على طول، بنخنقي. إذا في واحدة شعرت بالجوع، هذا اسمه نقص حاجة، لازم تعمل إشباع. كيف هتعمل إشباع؟ ممتاز. هتشوف طريقة أو مكان لتناول الطعام. نفس القصة لو نفس الشخص شعر بالعطش، خدي بالك اختلال التوازن معناه إنه الإنسان صار مش طبيعي. مالك دايخة وشك أصفر؟ والله انا من الصبح ما افطرتش. طب روحي كلي، والا الوضع حيماله حيتدهور. اذا نقص الحاجه يحتاج لاشباع. طريقه الاشباع بتختلف، هل هتروح تاكل خروف ولا تاكل شوكولاته؟ الموضوع بيرجع لها هي. اذا الاشباع بتفاوت من شخص لاخر. في ناس بتاكل حاجه بسيطه بتشبع على طول، وفي ناس ممكن تاكل البيض ولسه جعان. نعم؟ تاكل البلد ولسه الموضوع صعب شوي. اذا اختلال التوازن ينجم عنه شعور بنقص حاجة معينة او شعور بنقص الاشباع. بتاخذ تصرفات لحتى اشبع هذه الحاجة. انت بالذاكرة شعرت بنفسك جوعانة، بتحسي حالك بطلت تستوعبي.
هذا اسمه اختلال ايش؟ توازن. انت نعسانة وقاعدة بتذاكري ونايمة على الكتاب الفاضي بتضيع الوقت، تروحي نامي لك شوية بعدين تصحي مصحصحة، هذا اسمه اختلال ايش؟ توازن. اختلال التوازن مرتبط بالحاجات الفسيولوجية حكينا، اللي هي لو الإنسان حرم منها يفقد حياته، الأكل والشرب والنوم والأكسجين، وأيضا بالحاجات النفسية. الحاجات النفسية اللي هي الشعور بالراحة، بالسعادة أو بالقلق. الإنسان إذا كان عنده مشاكل بكون وضعه النفسي سيء. إذا الإنسان إذا تعرض لمشاكل باستمرار بصير عنده حالة من القلق والإحباط، ماشي، فبنلاقيه قاعد بدور حل مشكلة، أو ممكن وضعه يصير سيء ويروح ينتحر خلص، يعني عنده مشكلة. إذا النفسي له علاقة بالإنسان، اللي هو هل أنت تشعرين بالراحة ولا بالخوف والقلق ولا بالسعادة، إيش بالضبط؟ رقم ثلاثة اللي هو الاجتماعي، بتختلف يا أخوات، في فرق بين النفسي والاجتماعي. الاجتماعي اللي هو العلاقة اللي هي صداقة، هل أنت لك صحبات وأنت كمان صاحبة إلهم، بتشاركوا بعض المناسبات، بتقعدوا سوا، بتروحوا سوا، ولا أنت منطوية؟ خذي بالك الانطواء حالة مش طبيعية، عندك مشكلة، مش معقول قاعدة في القاعة مش عارفة ولا طالبة، يعني مش لهالدرجة. إذا في فرق بين المستوى النفسي والمستوى الاجتماعي. المستوى النفسي الطالبة السرحانة مرتبط بشخصية الإنسان، ماشي، هل يشعر الآن بالراحة بالسعادة ولا عنده حاجة شغلة. المستوى الاجتماعي علاقة الإنسان مع الآخرين والمجتمع، هل إلك صحبات وجروب بتروحوا بتجوا سوا ولا مقطوعة من شجرة؟ لا مش مريحة راسها. الانطواء والعزلة لا يعني أمر طبيعي، لازم لو غبتي أو تأخرتي 5 دقائق البنات صحباتك يسألوا عنك يفقدوكي، وانت عايشة في الصحراء ما حدش دور عليك. الوضع الطبيعي إنه الإنسان اجتماعي بالفطرة، أما منطوي منعزل بيكون عنده مشكلة معينة. واضح؟ بعيدها؟ أنتوا معايا ولا وين؟ اللبسة توتي، في حاجة يا أنتي؟ اسألي عنها يا أنتي، بس بعد المحاضرة مش في المحاضرة. أوف. طب ممتاز. إذا الحوافز إثارة سلوك الإنسان لإشباع حاجة معينة. وقتاش بنصل للإشباع؟ لما يصير عندنا نقص في الحاجة. الأصل ما تاكليش غير لما تجوعي، ماشي، ما تشربيش الشاي غير لما تحسي بالعطش، ما تناميش غير لما تنعسي، مش 4 ساعة طول 24 ساعة في التخت، لا مش نوم، ماشي. لما يكون عندك لا سمح الله مشاكل، تكوني قلقة أو مش مركزة، تشعرين بالضيق. لما يكون ان شاء الله الوضع تمام، ما يكونش عندك ضيق، يعني بتدوري على المشاكل ولا بتدوري على وجع الراس لحالك ولا كيف. الوضع الطبيعي انه انت لك علاقات صداقة في المجتمع، اللي مش طبيعي تكوني مالكيش صداقة. صار بينك وبين صاحبتك سوء تفاهم، تلاقي نفسك زعلان، حاول تصلحيها وهي بتحاول تصالح، وضع طبيعي، ماشي. اما سوء تفاهم رحت غيرتيها وبصريش، هذا مش طبيعي، تشوفي لك ناس تانية. إذا ما المقصود بالتحفيز؟ تفضلي. يعني لو أنت جاوبتي لك بونص. حوافز ولا؟ حوافز، حتفرح. بهدف إشباع حاجات معينة. إذا الحوافز لإشباع الحاجات، تفضلي. تنشأ الحاجة عند الإنسان عن طريق اختلال التوازن القائم. إذا أنت وقتش بتتجهي لأكل الطعام لما تشعر بالجوع؟ البيولوجي اللي هو الفسيولوجي اللي هو الحياتي، حكينا هذا خاص شوية. الحاجات هذه زي ما حناخد المحاضرة القادمة إن شاء الله بيشتركوا فيها جميع البشر،
يعني على مستوى البشريه والمنعوا من الطعام هيموتوا مش انت لحالك. ماشي؟ على مستوى البشريه لو قطعنا عنهم الاكسجين هيموتوا. اذا الحاجات الفسيولوجيه مشتركه على مستوى ايش؟ البشريه. فيش حدا في نقطع عن الاكسجين بضل قاعد، لا. بعض الاوقات بتسمعي انه في طفل عنده لا سمح الله مشكله في الدماغ. والله صار عنده نقص الاكسجين. اذا بمجرد ما نقص الاكسجين على طول تاثرت الحياه بشكل ايش؟ سلبي. اتمدينا في نقص الاكسجين بنفقد حياتنا، عشان هيك بنسميها الحياتيه. بنسميها الحاجات الايش؟ الحياتيه. اول يوم ما اكلتيش، ثاني يوم ممكن طلبه تقول طب احنا في رمضان بنصوم، انت بتصومي في النهار وبتعمل الواجب في الليل. تفطري على كنافه وحاجات. فانت بتاكلي هيك عاد، ما بقدرش اقول لك انه انت محرومه من الطعام. اول يوم الانسان ما اكلش بحس بالارهاق. ثاني يوم تبدا حالته تتدهور وبدوخ. ثالث يوم يكون يدخل في غيبوبه. رابع يوم الله يرحمه ويحسن له. هم بيطلبوا عن الطعام. بيشربوا ميه وملح. بس انت بتشوفي صحتهم كيف بتصير. تدهور. الحقيقه الصحه بتدهور خلص. بس انه بيموتوش بيضلوا عايشين. مو ميه وملح. لا ما هي تبدا اعضائه تفقد نشاطها. الكلى كذا، الكبد كذا، القلب بضعف. بتحسيه لو تمادوا لو طول اضرابه ممكن خلص يعني. بعدين حسب سلامة حسب سلامة الجسد. في اجساد بعد 3 ايام من الاضراب الله يرحمها. وفي لا ببطء. حسب يعني. ببدا هي خلص يتعب، اعضائه بتبدا تتعب، توقف خلص فيش اكل. لانه هذه زي ما حكينا حاجات فسيولوجيه. لو انحامت منها البشريه بتموت. مش النبي عليه الصلاه والسلام قال دخلت امراه النار في ايش؟ قط اللي بتلعب في الجوال ايش عملت فيه؟ ضربته؟ لا. ذبحته بالسكينه؟ لا. منعته من الطعام. اذا منعته من حاجات فسيولوجيه فمات. حبسته فمات. اذا راحت على النار. شوف يعني لوين العقاب. واضح؟ اذا الحاجات الفسيولوجيه مشتركين فيها جميع البشر. النفسيه والاجتماعيه بتتفاوت. في ناس لا سمح الله بتعرضوا للنكبات تلاقيهم اقوياء. وفي ناس حاجه بسيطه بتحسيها عاملاها جبل. وهي شيء بسيط بس طبعا هذا العلاقه بالشخصيه والفروقات ايش؟ الفرديه. الحاجه الاجتماعيه، هل انت مندمجه في المجتمع ولك صداقات؟ ولا عايشه لحالك تعيشي تموتي ما حدش بدري؟ ولا حدا بقوم معك بالواجب؟ بدنا نشوف. اذا مره ثانيه، ما هو التحفيز؟ تفضل لابسه النظاره. هو اثاره سلوك الفرد بهدف اشباع حاجات. ممتاز. اذا جاوبتي لك درجات. هذه درجة السلوك، فهي حتجاوب عشان تاخذ درجة تقتنص الفرصة. معينة وتنشا الحاجة عند الإنسان عن طريق اختبار التوازن القائم سواء على مستوى الفسيولوجي أو النفسي. ممتاز. حاسة حالك جوعانة داخل لازم تبادري على طول لتناول الطعام. شكرا لك على الإجابة. خليكم معانا ولا بدكم تحفيز؟ كيف تبدا عمليه التحفيز؟ كيف تبدا عمليه التحفيز؟ الطالبه اللابسه اسود تفضلي. اذا واحده واحده. ليش انت قاعده في الكافتيريا بتاكلي؟ عشان انت جوعانه. اذا انت ليش رحتي تاكلي؟ صار عندك اختلال في التوازن. شعرتي بالجوع ويمكن دايخه مش قادره وخلص المخ بطل يستوعب حاجه فبتروحي ايش؟ تشبع الحاجه هذه عن طريق تناول الطعام. اما تروح تتناول الطعام وانت مش جعانه هذا شيء ثاني، مش هذا اللي بنحكي عنه. اذا كيف التحفيز؟ يشعر الانسان باختلال التوازن. انت الان في البيت والدنيا ليل ونايمه، سمعتي حركه. فرحتي عملتي جوله امنيه تفقديه في المنزل، فيش حاجه. رجعت تنامي. سمعتي نفس الصوت. ايش بصير؟ تبدا توسوسي. يمكن فار. يمكن بس. يمكن حرامي. يمكن عفريت. تبداي ما شاء الله. الشيطان. الوسوسه. هذا بنسميه اختلال التوازن.
التوازن الاصلي انه انت تنام بهدوء وراحه وطمانين، لكن انت بديتي تشعرين بالقلق. لماذا القلق؟ في اشي مش طبيعي اللي هو بنسميه اختلال ايش التوازن. المفروض انت ما تسمعيش حاجه، بس لما سمعتي اختل التوازن. واضح؟ تفضلي. هي شعرت بالجوع راح تاكل، هل حتاكل تتناول الطعام في كافتيريا الجامعة ولا خارج الجامعة، ولا تاكل شوكولاتة صغيرة وتاكل في البيت، ولا تروح على طول على البيت عشان تاكل؟ بدها تبحث عن طريقة للإشباع، بدها تشوف. طبعا بيختلف، في ناس بياكلوا شوكولاتة وفي البيت عادي يعني بتكمل، وفي لا لازم تجيب صفرة وتقعد في الجامعة وبصريش تعمل حدوسة، خمس ست سندوتشات وأبصر كمان تعمل إشباع الحاجة بتاعتها. تختلف. ثلاثة، هل أنت خلص شبعتي صرتي فل ولا لسه شوية؟ إذا صرتي فل بتدوري حاجة تانية، تحضر المحاضرة، تشوفي صحباتك. تقييم الحاجة معناها هل إحنا أشبعنا رقم واحد اللي هو اختلال التوازن ولا لسه الوضع صعب شوية؟ تفضلي. ممتاز، شكرا يا أنت. إذا كيف تبدأ عملية التحفيز؟ بأشعر باختلال التوازن، ماشي، بأبحث عن طريقة الإشباع، رقم ثلاثة بقيم هل الإشباع كان ناجح ولا لا بدنا كمان زيادة. تفضلي كملي. أيوة، الإشباع يا خوات زي ما حكينا، تروح على الكافتيريا تاكل ست سبع سندوتشات وخلص تصير فل، ولا تاكل حاجة بسيطة وتكمل في البيت. إذا الإشباع ممكن يكون كلي وممكن يكون جزئي. تفضلي. إذا ما هي العوامل اللي بتمنعنا من إشباع الحاجة؟ إما عوامل من داخل الإنسان أو داخل بيته، أو عوامل خارجية خارج السيطرة. عوامل داخلية ممكن يكون هو عنده لا سمح الله مرض معين أو إشي، ممكن يكون عنده مشاكل داخل البيت أو داخل العمل، وممكن عوامل خارجية وهي قاعدة بالذاكرة منسجمة سمعت صوت قصف فخافت بطلت تركز. إذا معناها مش قادرين نشبع إيش الحاجة اللي عندنا. إذا العوامل بتأثر على إشباع أو تمنع الإنسان من إشباع حاجاته، إما عوامل داخلية عندها مشكلة فقاعدة تفكر فيها تشعر بالقلق، أو عوامل خارجية. تفضلي كملي. ممتازة. ماذا يترتب على منع إشباع الحاجات؟ القلق والإحباط. بصير عندك حالة من القلق وحالة من إيش؟ من الإحباط. عنا طالبة بالذاكر طول النهار يا حرام، ولما تطلع النتيجة يا دوب ناجحة، حيصير عندها حالة إحباط، ما حققتش الهدف، ماشي. عنا واحدة عندها مشاكل أو ما قدمتش منيح في الامتحان فتشعر بليش؟ بالقلق. إذا في لا بالقلق، هي حتشعر بالإحباط لو طلعت النتيجة إنها راسب، حتزعل على حالها. لكن الساعة النتيجة مش طالعة وهي عارفة حالها إيش مخترعة، بصير عندها حالة إيش؟ قلق. في فرق بالاثنين. الاثنين بسببوا حزن، والاثنين بيأثروا على حياتك. بمعنى تعالي نتفسح، لا مش جاي على بالي، زعلانة خايفة من النتيجة قلق، زي أيام نتائج توجيه بيعملوا لنا توتر في البلد كلها، وما تمشي كل الناس بيحكوا عن النتائج، وفي ناس بتنتحر وناس بتطخ حالها وناس بترمي حالها ويلا، ما وناس بتعيط. هذا اسمه إحباط. اسمه إيش؟ مش هيكون واحد يعني جايب معدل عالي وراح يرمي حاله. طبعا خدي بالك الإحباط بالسلسلة، الاكتئاب بعدين حالة اللي هي الانتقام من النفس زي ما حكيت، اللي يرمي حاله ولا ينتحر ولا إشي. القلق بيكون قبل النتيجة وليس بعد. خلاص عرفتي حالك ليش قلقان، ماشي. اذا حرمان الانسان اللي قاعدين بيحكوا سوا من اشباع حاجاته بيؤدي الى
القلق والإحباط. يلا نعمل عبارة صح وغلط. في حالة، في حالة قدرة الإنسان على إشباع حاجاته، يترتب على ذلك شعوره بالقلق والإحباط. الطالبة اللبسة أصفر، تفضلي. العبارة إيش رأيك، صح ولا غلط؟ أنا بقول صح. أعطوها فرصة يا جماعة، خلوها تفكر. خطأ عشان هم قالوا خطأ، عندك حاجات اجتماعية قلت يلا معهم. خطأ ولا صح؟ هي مبينة على فكرة. يا اسلام، صباح الخير يا انت. طب اطلعي لنا شوي. ممتاز. انت لما تحقق النتيجة اللي انت عايزاها وتحصل على الامتياز بتكوني سعيدة، والعكس. السؤال التالي، اختاري الإجابة الصحيحة مما يلي. اختاري الإجابة الصحيحة مما يلي. من الممكن أن يكون الإشباع نقطتين فوق بعض، ألف شامل أو فرعي، ب مرتفع أو منخفض، جيم كلي أو جزئي، دال كل ما سبق صحيح. يا صلاة النبي. لا كلي أو جزئي. تفضلي لابسة النظارة، تفضلي. جيم يعني. مين معترض؟ طب الناس اللي قالت كل ما سبق، من اول المحاضره جبنا سيره جامل وفرعي احنا، اذا غلط تاليف هذا. قلنا عالي ونازل، هي واضحه بصريحه العباره كلي او جزئي، ما تروحيش تمشي ورا التاليفات. العباره الصحيحه هي ايش؟ جيم. هي جيم الطالبه اللابسه بيج. بدي ارجع المحاضره، لسه نايمين ولا كيف؟ لا خلاص. مع القصص ها؟ اما مع الشرح مالكوش دعوه. اضل ادخل في الكرسي، بكون نيتي سوء لو دخلته كمان. نكمل نظريات التحفيز، التواوب والعقاب، هيكليه الحاجات لماسلو، ذات العاملين، نظريه ماكل يلنر. هذه اسم عيله، مش هنركز كتير على اسم العيله اللي هي الثلاث حاجات، هناخدها المحاضرة القادمة إن شاء الله. نشوف مع بعض التواب والعقاب، نظرية التواب والعقاب. طبعا هو أسلوب قديم من زمان. السؤال اللي بطرح نفسه، ما هو التواب؟ السؤال الثاني، ما هو العقاب؟ ما هو التواب؟ تفضلي. مكافأة الأفراد إنه بالترقية أو زيادة الأجور أو صرف. ماشي يا أنتي، هذه الكلام اللي انت حكيتيه إجابة على سؤال. أذكري أمثلة. لا أذكري أمثلة على التواب. زي إيش تواب؟ لكن هو التواب شو معناه؟ كلمة تواب إيش معناه؟ المكافأة الأحسن في علمها. المكافأة أحد أمثلة على التواب. تفضل. ما هذا برضه مثال على التواب. لا إله إلا الله، هذه كلها أمثلة. هل التواب نعم العمل وصول ماشي، هل التواب حاجة حلوة ولا وحشة؟ حلوة. إذا التواب هو الأمر الإيجابي الذي تسعد به النفس البشرية. لما الدكتور في المحاضرة يقول إلك بونص 3 درجات، بتحسي بالسعادة ولا بالحزن؟ إذا التواب
هو الأمر الإيجابي اللي بنعكس على الإنسان وبسبب له سعادة وفرح. نور إلك بونس درجتين، هل حتبكي حزنا ولا حتكون سعيدة؟ حتكون سعيدة. التواب تأثيره على الإنسان إيجابي. زي إيش التواب؟ زي ما تو حكيته، أول شيء الأجر مقابل، يعني الترقية، يا ريت تكتبوه معايا، العلاوات، شهادة شكر، درع، ماشي، ما هي الدرع هي اللي هدية، حسب ايش نوع المناسبة، يعني حفلة، إشادة، مدح، ماشي. اذا من الأمثلة على التواب، الإنسان لما يأخذها يشعر بالسعادة، اللي هي لو أخذ أجره كاملا بيكون مبسوط، لو ترقى بيكون مبسوط، لو حصل على علاوة بيكون مبسوط، شهادة الشكر ببروزها وبعلقها، درع بحتفظ فيه العمر كله، حفلة تكريم بيكون رايح هو في قمة السعادة، إشادة، شايفين فلان يعني كلكم زيه ما شاء الله عليه، مواظب ومحترم ومؤدب، بيشعر بالفخر، المدح كمان نفس القصة. الآن يا أخواتي التواب يجب أن يكون له مبرر، يجب أن يكون موضوعي، ماشي. فجأة أخذت ترقية اللي بتلعب في الجوال، هذا حيخلي جميع الناس تسأل على أساس؟ طب هي شو عملت عشان يشكروه؟ أصلا هي بتجيش على الدوام. إذن يجب أن يكون التواب موضوعي، يعني لما تاخذ شهادة شكر أو تدعي لحفل التفوق فعلا تكون متفوق، أما إثارة الشكوك حواليك هذا الكلام مش صحيح، على أساس يعني، ماشي. عكس التواب العقاب. ما هو العقاب؟ ممتاز، شكرا. العقاب أمر سلبي، ماشي، يؤدي إلى حزن الإنسان، الأصل يؤدي لحزنه زي ما هنشوف. اتفضل اطلع خارج القاعة، مش هيطلع فرحان طبعا، هو انحرش، هيطلع حزين زعلان. في ناس بتفرح، ما احنا حكينا مش دايما بسبب حزن، في ناس من نظرة تشعر بالحزن تفهم، يعني كلمة ممكن تكون تعيط طول اليوم، في ناس لو ايش ما عملنا مش فارقه، ما لهمش حل، هدول وضعهم صعب، ماشي. اذكري امثله على العقاب. شوي شوي اكتبوا اللي مش موجود عندك. لفت النظر، تعالي يا اسلام خذي بالك كذا كذا كذا، او الانذار، إذا عدتيها تاني حنعمل كذا، أو التوبيخ. طبعاً بتفرق لو بتفرق لو التوبيخ بين أنت والمدير ولا قدام الزملاء، بتفرق، ماشي. التحقيق، تفضل روح على لجنة التحقيق يحققوا إيش معاك. الخصم من الإجازة، ممتاز. هو على فكرة بالتدرج بيجيش فجأة. وخصم من الراتب، بلكي تتوب. آخر حاجة يا أخوات، الفصل من العمل، آخر إشي. أما إنه تأخذوا 5 دقائق تفصلي، لا هذا اسمه قطع أرزاق. إذا كان آخر الطب الكيف، آخر أنواع العقاب الفصل من الشغل، آخر خلص يئسنا ما ضلش يعني. إذن التواب أمر إيجابي يشعر الإنسان بالسعادة والفرح، العقاب أمر سلبي يشعر الإنسان بالحزن والإحباط. عندنا التواب نوعين، عندنا أشياء مادية ملموسة، مصاري يعني أو بمسكها، وأشياء معنوية. الأجر مادي مصاري، الترقية معنوي، حتفرحي صرتي مديرة أو نائب مدير، العلاوة مادية على ودرجة مصاري يعني، شهادة الشكر معنوي، لا معنوي،
هتفرح يعطوك شهادة. الدرع مادي تحطيه في البيت. حفلة حسب إذا كان فيها مصاري ولا إشي ولا بس حفلة وخلص. الإشادة والمدح معنوي، مبسوطة بتروحي على البيت فرحانة، اليوم الدكتور ما نحق قدام زميلاتك. ماشي. الآن مين أصحاب النظرية هذه؟ أخذناهم قبل هيك إحنا، إذا لسه ضال عندكم شوية ذاكرة، اللي هم أصحاب المدرسة العلمية، اللي هو تايلور أتباع. أخذناه تايلور ما أخذناش؟ أخذناه. طبعا هي نظرية قديمة. ماشي. لما عملوا المدرسة العلمية كانوا بس بيركزوا على الحوافز المادية فقط فقط. زي ما أخذنا زمان، تايلور كان ينظر للإنسان كآلة، وكان هدفه الأساس من العمل الأرباح. فكان يعتقد إنه إذا أنت أخذت مصاري بتشتغلي، فيش حاجة تانية بتهم الإنسان في الحياة إلا المال. عشان هيك كانوا بيركزوا على شغلات المصاري، لغاية ما إجوا أصحاب المدرسة السلوكية وبرضو درسناهم، اللي هو آلتون مايو واللي معاه. قالوا الناس هدول لا، الحوافز مش مادية فقط، بل في عنا حوافز معنوية غير المادية. يعني ممكن المدير يحكي للموظف كلمة حلوة يضل طول النهار فرحان عليها. طب وين المصاري في الموضوع؟ فيش مصاري. إذن الحوافز نوعين، مش بس واحدة زي ما تايلور حكى. ما هو مش كل محاضرة حقول لك لك بونس اثنين، يعني يوم بنردحك، يوم بنتني عليكي، يوم نكتب اسمك في قائمة الشرف. مش كل يوم حنجي نقول لك خدي بونص، مش كل يوم حنعطيه زيادة في الراتب. يعني مش كل حاجة الفلوس، زي ما مدرسة الإدارة العلمية كانت شايفة. الإنسان بحب يشعر بالاستقرار والرضا واللي هو مكانه في شغله أكثر من المصاري والعكس. ماشي. إذن نظرية التواب والعقاب كانوا أصحابها الإدارة العلمية، لكن كانت النظرة ضيقة لأنهم حصروها في المادة فقط. لغاية ما يجوا أصحاب المدرسة السلوكية وقالوا لا، في حوافز ثانية برضو بتهمنا، زي الشهادة، الشكر، يعطيك العافية، كلمة حلوة بتهم الإنسان أكثر من إيش؟ من المال. أعيد ثاني، أعيد النظرية هذه، خذوا بالكم من الأمثلة الخارجية. نكتب سؤال ونجاوب المحاضرة الجاية، نعيشنا إن شاء الله. تحدثي عن نظرية ماسلو أو هيكلية الحاجات مع الاستعانة بالرسم. إذا تحدثي عن نظرية ماسلو أو هيكلية الحاجات مع الاستعانة بالرسم. في أي سؤال في المحاضرة اليوم؟ في أي سؤال؟ يعطيكم العافية.